حدثني بنفسه يقول ايام على ما قال بانكوك وايام كذا، يقول بغيت اني اروح باي طريقه، يقول بروح انبسط مثل ما ينبسطون الشباب ويتكلمون ولا بي احد يدري. يقول رحت ما حد درى عني، وصلت بانكوك ودخلت في فندق ما ابغى اي سعودي يشوفني عشان ما انفضح، من عائله كريمه وعائله عزيزه ولا يبي الفضيحه. يقول انا جالس في اللوبي تحت في الفندق، يقول جاني واحد سعودي شافني وعرف اني سعودي وقال ابي منك 300 ريال. يقول بلشت انا، قلت اعطيته 1000 ريال ابي الفكه منه. قال جزاك الله خير وعطني رقم حسابك رده. قلت ما بي لك، ما بيك ترده بس توكل على الله. قال ولا عطني رقم اسمك انا ابغى اتعرف عليك ما شاء. قال ابن حلال توكل على الله، انت طلبت مني 300 وانا اعطيتك 1000 توكل على الله. يقول قام يصر علي، قال عطني اسمك اقل شيء. قلت يا اخي انا ما قابلتك بمكه يوم تقول عطني اسمك، ترى انا متواجدين في بانكوك. يقول راح من عندي اخذ الفلوس وراح. يقول انا رجعت، يقول بعد 6 سنوات جالي لزوم في وزاره من الوزارات في الرياض وراجعتها، يقول لزومي صعب جدا ولا لقيت احد يرزع لي. يقول دخلت على هكذا المسؤول، قالوا القضيه عنده. يقول انا دخلت الا الرجال الملتحي، سلمت عليه سالت المعامله، قال اجلس اجلس اجلس. يقول لي كاني عارفني، قال اجلس راعي بانكوك اجلس. يقول انا انفجعت، قال انا رفيز كراع الالف. قال وكاد انه فزع معه وخلص معه. قال وشلون؟ قال والله من هاك الكلمه يوم قلت لي يا رجال انا ماني مقابلك في مكه عشان اعطيك ايش؟ عشان اعطيك اسمي. كان يقول هذا المكان ما اتشرف فيه عشان اعطيك ايش؟ اسمي. امر وفائده لابد ان اكون انتبه لها انا وانت. لا تكن في مكان تخشى ان تقبض روحك فيه وتقابل الله تبارك وتعالى وانت في هذا المكان. او لا تاتي المكان الذي تستحي فيه ان تراك الناس فيه. كان تكون في مكان يغضب الله تبارك وتعالى. لذلك أذكر أبيات جميلة لعبد المعين الثعلبي، يقول ماني براعي ماقف فيه ما فيه، يرخص به الرجال لو كان غالي درب الشرف معروف، وامشيه واعطيه مع درب جداني وابوي وخوالي، وابوي وصاني وجدي وموصيه على الشرف، وانا بوصي عيالي. الله يحفظنا وإياكم ويحفظه ويستعملنا وإياكم بطاعته.